أسعد الله أوقاتكم. دعوات صدرت عن منظمة التعاون الإسلامي تؤكد على ضرورة تقديم دعم مالي للعقارات المهددة في القدس، خاصة الأوقاف الكنسية في باب الخليل ذات القيمة السياسية والتاريخية، لاسترجاع هذه الأملاك من أيدي المستوطنين. من جهة أخرى، حذرت مكاتب الأمم المتحدة في فلسطين ومجموعة من الدبلوماسيين الأجانب من استمرار تطبيق إجراءات التهجير القسري في القدس المحتلة على ضوء ما أثارته قضية وادي الحمص التي لم تكن حالة استثنائية لتشريد مئات المقدسيين من مساكنهم، فما زالت بيوت الشيخ جراح وسلوان تنتظر قرارات قد تحدد مصائر مئات الأفراد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج القدس عبر قناة الغد، تتابعون فيها تقارير إخبارية وثقافية. وفي ملف حوارنا نسلط الضوء على الدور المناطي بالقضاء الإسرائيلي ما بين حماية الحقوق وشرعنة إجراءات الاحتلال، تابعونا. أهلا بكم. القدس في أسبوع وأهم الأحداث السياسية في المدينة ترويها لنا الزميلة إيمان جبور في التقرير التالي. في أكبر عملية هدم منذ عشرات السنين، دمرت سلطات الاحتلال 10 بنايات تشتمل على 70 شقة سكنية، مشردة عشرات المقدسيين فيما سمي بمجزرة نفذت ضد المساكن في القدس. وكانت عملية الهدم قد تمت منتصف الأسبوع الحالي في حي وادي الحمص التابع لبلدة سور باهر جنوب القدس الشرقية، علما بأن الأرض تصنف ضمن مناطق ألف الخاضعة لسيادة السلطة الفلسطينية، وكان أصحابها المقدسيون قد استصدروا تراخيص بناء من الجهات الفلسطينية المسؤولة. وجاء قرار الهدم بعد أن صادقت المحكمة الإسرائيلية عليه رافضة اعتراض السكان، كما رفضت أن تعيد النظر في القضية مرة أخرى. وكان الهدم قد استنكر بشدة من قبل الدول الأوروبية باعتباره خرقا للقانون الدولي والاتفاقيات أوسلو. وبالعودة إلى بلدة العيسوية التي قاست من إجراءات سلطات الاحتلال لأسابيع متتالية، عادت الأوضاع لتشتعل مجددا هذا الأسبوع مع استمرار اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، ما أسفر عن مواجهات مع الشبان الفلسطينيين. ومنع الجنود طواقم الإسعاف من دخول البلدة وأصابوا أحد مسعفي الهلال الأحمر برصاص مطاطي. أما في المسجد الأقصى، فمنعت شرطة الاحتلال الأوقاف الإسلامية خلال هذا الأسبوع من إجراء عمليات ترميم لازمة داخل باحات الحرم القدسي، كما استمرت باستفزاز المصلين في مبنى باب الرحمة مع دخول أفرادها إلى المصلى وإفراغه من محتوياته لمنع المقدسيين من استخدامه مكانا للصلاة. ونفت المملكة الأردنية أن تكون قد توصلت إلى اتفاق مع إسرائيل يقضي بإغلاق المبنى لمدة 6 شهور، مع إعلان الأخيرة عبر وسائل إعلامها عن توصلها لهذا الاتفاق بعد مشاورات أمنية أجراها رئيس الحكومة الإسرائيلي. لبرنامج القدس إيمان جبور، قناة الغد. لتسليط الضوء على أهم أخبار القدس وتناولها بمزيد من التفصيل، تابعوا معنا الحوار التالي. شيخ رائد دعنا خطيب وإمام مقدسي، مرحبا بك. أهلا بك. نتحدث معك عن آخر التطورات في مصلى باب الرحمة. تدخل القوات الإسرائيلية بالليل أو كما يقال تحت الرادار، ربما لعدم إثارة الجلبة. حدثنا عن آخر التطورات في هذا الشأن. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة قصة مصلى باب الرحمة هي قصة لا زالت يعني أصداؤها وأحداثها تدوي في أروقة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. اليوم السلطات الإسرائيلية تقوم بأعمال استفزازية كخفافيش الليل،
كلما وضعت سواتر ما بين النساء والرجال في المصلى أو سجاد أو خزائن للأحذية أو غيرها، يقومون بالليل والمسجد مغلق باقتحام هذا المكان بأحذيتهم وإخراج ما يتم وضعه من قبل المقدسيين، لأنهم طبعا هم الآن يحاربون الحراس، يحاربون الأوقاف، يحاربون أي مسؤول ديني رسمي يقف في ذلك المكان ليقول لهم لا. فأصبحوا الآن كخفافيش الليل، يدخلون بعد منتصف الليل إلى هذا المكان بقوة السلاح ويسيطرون عليه بقوة السلاح ويخرجون ما يشاءون منه. هناك معارضة شديدة خاصة من قبل المؤسسات الاستيطانية من أن يتحول مبنى باب الرحمة إلى مصلى آخر، هل لهذا علاقة بمكانه في الجهة الشرقية في باحة الحرم؟ مصلى باب الرحمة هم يعني بضغط من اليمين الإسرائيلي المتطرف لا يريدون أن يكون هذا المكان مصلى، ولا يريدون لأي تواجد مقدسي وفلسطيني في هذا المكان، كونهم يعتقدون حسب يعني معتقداتهم الزائفة التوراتية بأن هذا المكان هو المكان الذي يطل على هيكلهم أو مصعد هيكلهم المزعوم، الذين يدعون إلى هدم قبة الصخرة وبناء هيكلهم المزعوم ويكون مصعد الهيكل من هذا المكان. لكننا نقول لهم خبتم وخسئتم وخسرتم وخاب فألكم وطاش سهمكم، مصلى باب الرحمة هو للمسلمين، المسجد الأقصى المبارك هو للمسلمين وحدهم، لن يكون لكم أي مكان لا في مصلى باب الرحمة ولا في المسجد الأقصى المبارك الذي يدور عليه سور المسجد وهو عبارة عن 144 دونم و900 متر. المقدسيون الذين أثبتوا في البوابات الإلكترونية وفي مصلى باب الرحمة بأنهم هم الذين يدافعون عن هذا المكان بأرواحهم ومهجهم وأنفسهم وأنفاسهم لن يرتضوا أن يكون هذا المكان لغيرهم أو لليهود أو لأي أحد غير المسلمين. منذ بداية العام، منذ أن ثارت ثائرة الإسرائيليين بعد فتح مبنى باب الرحمة، قيل بأن هنالك مفاوضات تجري خلف الكواليس بين إسرائيل والأردن، حتى أن المحكمة الإسرائيلية رفضت التدخل بهذا الموضوع بوصف في موضوع سياسي بين دولتين، هل نعلم ما الذي يحدث خلف الكواليس الآن؟ هنالك اتفاقات بين الأردن وبين إسرائيل، لأن الأردن طبعا هي الوصية على المسجد الأقصى المبارك وهي التي ترعى شؤونه الإدارية، لكن حقيقة كما أنتم كإعلام لا تعلمون ماذا يدور خلف الكواليس وبين الأروقة، كذلك نحن كشارع مقدسي لا نعلم ماذا يدور. مع حسن ظننا بالأردن كمملكة أردنية هاشمية صاحبة وصيع هذا المكان، وجلالة الملك عبد الله يتكلم بالعلن بأن الأقصى خط أحمر والمقدسات خط أحمر ولن يرتضي أن يتغير الاستاتيكو في المسجد الأقصى المبارك، نقول بأننا نحن ننظر إلى الكل بحسن نوايا، وبأن هذا المسجد الأقصى المبارك هو عقيدة 1.8 مليار مسلم، لن يستطيع أي مسلم في الأرض أن يتنازل عن هذا المكان أو أن يقول لليهود نعم هو لكم ولكم السيطرة عليه وافعلوا ما شئتم. نحن كأهل القدس نقول لك نحسن الظن بالجميع ونقول بأن الأقصى هو لنا، أهل القدس بصدورهم العارية برجالهم بنسائهم بأطفالهم سيبقونهم الذين يدافعون عن حياض هذا المكان حتى يعني يرث الله الأرض ومن عليه. سؤال أخير، أنت لم تزل مبعدا عن المسجد الأقصى المبارك منذ شهر فبراير منذ تم فتح مبنى باب الرحمة، كيف هو الشعور بسبب عدم قدرتك على الدخول والصلاة في المسجد الأقصى، وأيضا ما هي أعداد الناس التي لم تزل إلى الآن مبعدة بسبب هذه القضية؟ نعم، أنا عندما أعطيت الإبعاد 6 شهور ظرفت الدموع، لأنني ما أذكر بأنني بعدت عن المسجد الأقصى المبارك ولا لحظة، هو الروح وهو القلب وهو الفؤاد وهو النفس. لكن تعلمين بأن قوة السلاح والقوة بأيديهم منعونا رغما عنا من دخول المسجد الأقصى المبارك، إلا أن الأقصى يعيش في قلوبنا وأفئدتنا وجوارحنا. أنا وكثير من الإخوة، كثير من المشايخ، كثير من الأخوات المرابطات أبعدوا، هنالك عدد لا زال مبعد لمدة 6 شهور سينتهي بعد شهر من الآن بعد عيد الأضحى المبارك. نقول بإذن الله تبارك وتعالى سنعود وندخل ونصلي به كما جميع الناس، لكنني أسفي وكل أسفي على كثير من الناس الذين باستطاعتهم أن يرابطوا ويدخلوا المسجد الأقصى المبارك لا يدخلوا. شيخ رائد دعنا، شكرا لك. العفو.
سيطرة المستوطنين على عقارات الكنيسة الأرثوذكسية في باب الخليل تعني وضع اليد على أحد أهم مداخل البلدة القديمة المؤدي إلى المقدسات المسيحية، لكن الجمعيات الاستيطانية لم تكتفي بذلك، بل تقدمت بدعوتين قضائيتين على مدير فندق الإمبيريا المطالبة إياه بإخلاء الفندق ودفع غرامة مالية تصل إلى 10 ملايين شيكل. المزيد من التفاصيل مع الزميلة راما يوسف. هنا من وسط طريق عمر بن الخطاب ومن الطريق الواصلة من باب الخليل إلى البلدة القديمة، تفرض المؤسسات الاستيطانية على أصحاب هذا المكان ملايين الشواقل لتوسع نطاق نفوذها في المنطقة وتستمر بحربها الاقتصادية السياسية القومية على الوجود المقدسي. في هذا المكان أمضى أبو الوليد قسطاً كبيراً من طفولته، هو سليل عائلة الدجان المقدسية التي تدير هذا الفندق منذ ما يزيد عن 60 عاماً بعد أن استأجرته من البطريركية الأرثوذكسية واستقبلت فيه الحجاج المسيحيين القادمين إلى المدينة المقدسة. وبين ليلة وضحاها تكاتفت جهود أذرع الاستيطان لتنسف تاريخاً عربياً مسيحياً بقيمة هذا الفندق. أوتيل موجود فيه 48 غرفة، هو 1800 متر مربع. تحت الأوتيل في موجود 17 محل، وأنا متأكد إذا الأوتيل أصبح بأيدي عطيرت كوهنيم معناته هذه الساحة، ساحة عمر بن الخطاب، بدها تضل لحالها بإيدين المستوطنين. تعرف المقدسي صار عنده قوة الردع، إن يعني إحنا بدناش، إحنا مش شحادين، هذه شغلة لازم يعرفها العالم. يقبع فندق الإمبيريال في منطقة حيوية داخل أسوار القدس في المدخل المؤدي إلى المقدسات المسيحية وحارة النصارى التي تكتظ بالسائحين الأجانب. وبعد الحكم الصادر عن المحكمة الإسرائيلية الذي أغلق الباب على صراع دام سنوات، أثبتت المحكمة ملكية جمعية عطيرت كوهنيم الإسرائيلية على هذا العقار، لكن قراراً جديداً صدر مؤخراً بتغريم مدير الفندق والقائم عليه بمبلغ يصل إلى 10 ملايين شيكل بدل إيجار منذ بدء القضية عام 2005، وقرار بالإخلاء خلال شهر. إحنا كعائلة استأجرنا هذا الفندق من 1949، ما بنطلع من هالعقار على دورنا زي ما بقولوا، ولا يمكن. انعرض علينا ملايين الدولارات ولكن ولا يمكن، هذا الكلام مرفوض. مشكلة باب الخليل مش شي دكان، مشكلة باب الخليل هي وجود فلسطين كلها. أنا برأيي المتواضع إنه إذا راح فندق إمبريال وساحة عمر بن الخطاب بإيد المستوطنين، عظم الله أجركم وشكر الله سعيكم، لا في دولة فلسطينية ولا في القدس عاصمة فلسطين. موجة تسريب واستيلاء ممنهجة، هكذا توصف هذه المرحلة في الأراضي المقدسة. فما بين بيت المعظمية وفندقي البترا والإمبريال تخطو إسرائيل نحو شن حرب واضحة المعالم لا تفرق بين مسيحي ومسلم لتفتيت أي بنية اقتصادية عربية في القدس الشرقية. لبرنامج القدس راما يوسف، قناة الغد، القدس المحتلة. عام إثر عام تزداد قدرة المقدسيين على إنتاج مسرح يليق بالمدينة التاريخية، ومعه تزداد أعداد الممثلين الشباب الراغبين بإحداث نقلة نوعية في الحياة الثقافية العربية في بيت المقدس. الزميلة يارا شاهين التقت إحدى الممثلات الشابات وعادت إلينا بالتقرير التالي. منذ 3 أعوام بدأت باعتلاء خشبة المسرح، فكانت جزءاً من عدة أعمال مسرحية منها خارج السرب وحارس الحكايات، ثم صقلت موهبتها بدراستها للفن المسرحي. نتعرف على الفنانة الشابة المقدسية أمينة عديلة. وعدك عن جد ما فيني فك قيودي وبعترف لك بالهزيمة. بلشت بالمسرح قبل تقريباً 3 سنين بعمل خارج السرب مع المخرج كامل الباشا. المسرح من ناحية محترفة أنا بلشته بس قبل 2 سنين بعمل ضوء الشمس بعز الليل برضو مع كامل الباشا، وهاي تاني مسرحية بشكل محترف. أنا بالوقت الحالي عم بدرس مسرح بالجامعة تخصصي،
وأنا صغيرة كنت أشارك كثير بورشات مسرحية، بدورات مسرح، وين ما ألاقي أشارك، بس ما كنت عن جد مفكرة فيه. الإشي اللي عن جد دفعني إنه أدخل على المسرح هو كامل الباشا وصحباتي منى ومريم. حارس الحكايات هي بشكل أساسي مسرحية للأطفال. دوري بالمسرحية بشكل أساسي هو نمر أزير، بلعب كمان دور بنت أنانسي وإجرين العملاق. شغل فيها كان كتير كتير حلو جداً، وكتير طورني بشكل شخصي وبشكل عملي من ناحية مسرح. ضو الشمس بعز الليل كنت ألعب دور بيسان اللي هي صبية مغنية فلسطينية كانت لاجئة بلبنان وماتت، وأنا كنت عم بمثل روحها ما بعد ما ماتت. المسرح بحسه واحدة من المنصات اللي عن جد ممكن إنها تغير بالعالم. بالنسبة إلي بحسه هو المحل اللي ممكن تطلع فيه كل أفكارك، المحل اللي ممكن تعبري فيه عن حالك، المحل اللي بيخلق أفكار جديدة، اللي بيخلي الناس تفكر، بيخلي الناس تروح تعمل. والوقت الحالي أنا لساني مبتدئة، أنا بعتبر حالي مبتدئة. لقدام بحب إنه أشتغل أكثر على إخراج مسرحيات، على إنه أحاول أكتب نصوص وأطور من حالي، لأنه طول الوقت في مجال للتطوير، في مجال إني أتعلم إشي جديد، عمل جديد، كل عمل بيعلمك إشي مختلف كلياً. المسرح بالقدس مهم لأنه بيعبر عن وجودنا، بيقول لك إنه أنا هون، أنا موجود. بالأخص إنه إحنا ما في عنا كتير مسارح بالقدس، فعلياً الحكواتي هو يمكن المسرح الوحيد بالقدس. من ناحية مكان هو المسرح الوحيد، من ناحية مجموعات ممكن تلاقي مجموعات تانية صغيرة، بس الكل بيلجأ للحكواتي لأنه هو المسرح الفلسطيني الوحيد بالقدس. فهذا الإشي كتير بعطي معنى من ناحية وجودية خلينا نحكي، وبيعطي لإلنا معنى إنه إحنا موجودين، إحنا عم نشتغل، إحنا عم نسعى. وأول عن آخر هو محل الناس بيجوا بيحضروا، ممكن يسمعوا هم أفكارهم، ممكن يختلفوا مع الأفكار، ممكن يسمعوا إشي جديد. محل اللي كتير هيك في تنوع، في تاجي أنت وعم تمتصي إشياء من جوا المسرحية، عم تتغيري أنت من جوا لو ما حسيتي بالإشي. ولد في القدس عام 41 ولم يزل يحمل ذكريات النكبة عام 48 واحتلال القدس الشرقية عام 67. بدأ نشاطه السياسي قبل أن يبلغ سن الرشد، لينضم في شبابه إلى حركة القوميين العرب، ثم إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. ساهم في إنشاء مؤسسات حقوقية فلسطينية، واعتقل عديد المرات على خلفية نشاطه السياسي. لقاء مع القيادي المقدسي عبد اللطيف غيث في تقرير الزميلة إيمان جبور. كالكثير من أبناء جيله عايش آثار النكبة، وكان شاهداً على محاولة تهجير المقدسيين من المدينة إبان احتلال القدس الشرقية عام 67. أمضى في المعتقلات الإسرائيلية أعواماً ثمانية، ليبادر بعد خروجه بإقامة أول جمعية مدنية تعنى بشؤون الأسرى. ورغم أنه أناف على 70 لم يزل يخضع لإقامة جبرية بأوامر من سلطات الاحتلال. لقاء مع القيادي المقدسي عبد اللطيف غيث في التقرير التالي. مواليد 1941، ولدت في مدينة القدس، وفي سنة 1948 هاجرنا إلى مدينة الخليل جراء القصف اللي كان على المدينة. وبعد سنتين عدنا للمدينة، كملت حياتي في مدينة القدس كطالب إلى أن تخرجت من المدرسة الثانوية وكملت تعليمي في مصر. يعني هاي الفترة الأربع سنوات اللي عشتهم في مصر كانت مرحلة المد القومي والمد العروبي، وكانت الأمة العربية تعيش حالة من النهوض القومي. وأنا كنت في هذا الوقت منتمي إلى حركة القوميين العرب اللي هي حركة راديكالية أنشئت بعد احتلال فلسطين عام 48. حرب 67 كانت مفاجأة كبيرة بنتيجتها، والسبب
إنه الحقيقة لم تحدث حرب حقيقية. أنا بعد 67 اشتغلت معلم في دار المعلمين، واصلت دوري الوطني ضمن الإمكانيات الموجودة وضمن الضرورة كمان، وكملت طريقي، وهذا الأمر قاد إلى اعتقالي بتهمة عضو في مجموعة مسلحة والانتماء إلى تنظيم. وفي هذاك الوقت كان الحكم الأول، الفترة الأولى اللي قضيتها في السجن اللي هي كانت 8 سنوات. أنا بشوفها إنه هي المحطة الثانية أو الثالثة في حياتي اللي صقلت وجودي وزادت قناعاتي بقضيتي. في هذا المكان في عمل ممكن تقومي فيه، وهو بناء الإنسان. وأدركت أن الشعب الفلسطيني لا أصبح له قضية اسمها قضية الأسرة. وبالتالي حتى لما خرجت من السجن ما قدرت أنسلخ عن هذه البيئة أو هذا المكان، وبالتالي عملت على تأسيس مؤسسة لترعى شؤون الأسرة. اليوم بعد 27 سنة هذه المؤسسة فيها 6-7 محامين بيشتغلوا، فيها 10-15 موظف، بتميزش بين المعتقلين. واشتغلت بعد ما طلعت من السجن بالإضافة إلى عملي في مهنة الصحافة، واشتغلت حوالي 7-8 سنوات. في هاي الفترة عملت مع آخرين على تأسيس رابطة الصحفيين العرب، وظليت حتى يعني غادرت العمل الصحفي. أنا عضو مجلس وطني فلسطيني من أكثر من 20 سنة، وعضو في المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية. أنا الآن بعيش في ظرف منذ 8 سنوات، الاحتلال فرض علي إقامة جبرية. الإقامة الجبرية بقدرش أدخل على مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية على الإطلاق، وهذا بيجي أمر من الحاكم العسكري وبتجدد كل 6 أشهر. الشهر الجاي بخلص 8 سنوات. يرافق هذا الأمر أمر آخر من وزير الأمن الداخلي اللي هو الآن أردان، بمنعي من السفر خارج البلاد، وهذا بتجدد أيضا كل 6 أشهر. بس أنا قناعتي إنه الإنسان الحر بحس بالحرية حتى وهو داخل السجن، لأنه روحه حرة، ولأنه فكره حر، ولأنه عقله حر. القدس قيمة حضارية وثقافية وأخلاقية وتاريخية وتراثية، وبالتالي عملية الأسرى والتهويد في القدس أنا اعتقادي لن تمر، يعني بالمعنى التاريخي لن تمر، بمعنى أنه مش حتصبح حقيقة تاريخية مستمرة ولها ديمومة في الحياة. ولو سألتيني ماذا تريد القدس من العالم كله أو من شعبها أو من أهلها من سكانها، أكون واضح وصريح، القدس تريد التحرير. إلى جانب باب المجلس، أحد أهم الأبواب المؤدية إلى الحرم القدسي الشريف داخل البلدة القديمة، تقع بناية مملوكية عريقة كانت تسمى المدرسة المنجكية، وفيها أنشئ في مرحلة متأخرة أول مجلس إسلامي أعلى لإدارة شؤون الحرم. أما اليوم فيشغل هذه البناية مجلس الأوقاف الإسلامية. المزيد من التفاصيل في العرض التالي من إعداد الباحث روبين أبو شمسية.
تقع المدرسة المنجكية على يسار الداخل مباشرة من باب المجلس نحو المسجد الأقصى. هي تقع إلى الشمال من الطريق الواصل ما بين الواد وما بين باب الناظر أو باب المجلس أو باب الحبس. تعتبر من أشهر المباني التي بنيت في العهد المملوكي، حيث يعود بنائها إلى عام 1354 الموافق 782 للهجرة. بنيت بإشراف وأمر من أمير دمشق في ذلك الحين الأمير سيف الدين منجك اليوسفي، وقد بناها لينسبها إلى السلطان حسن السلطان المملوكي في ذلك الوقت الذي مات بالصدفة في تلك السنة، فأتم بناءها في العام الذي يليه ونسبها إلى نفسه فأصبحت المدرسة المنجكية. ما يميز هذه المدرسة أنها من المدارس الطائرة، أي التي تقع على مباني أخرى وليست على الأرض الصلبة الموجودة في كل الأماكن التي تخص وتميز المدارس المملوكية في مدينة القدس. يصعد إليها بست درجات عريضة من الحجر الجيري، ثم من 24 درجة واسعة جدا تفضي إلى إيوان واسع يضم حوالي 6 غرف، ثم إلى طابق آخر أضيف إليها في أواخر الفترة العثمانية. مرت على هذه المدرسة الكثير من المراحل التي تحولت فيها من هدف إلى آخر. أول بنائها بنيت لتكون مدرسة تدرس العلوم الشرعية وخاصة علم الفقه الشافعي، ثم تحولت لتكون أماكن سكن لبعض المشايخ في مدينة القدس، ثم تحولت لتكون مدرسة ابتدائية في العهد العثماني وفي أواخر العهد الانتداب البريطاني أصبحت جزء لا يتجزأ من المجلس الإسلامي الأعلى، ثم حالياً لتكون مقراً لدائرة الأوقاف الإسلامية التي تعنى بإدارة كل الأوقاف الإسلامية العامة بما في ذلك المسجد الأقصى من زوايا وتكايا وخوانق وأسواق والكثير من المباني التي تحولت أهدافها لتصبح أماكن سكن بسبب الأزمة الإنسانية والأزمة الاجتماعية والسكانية التي تطاولتها مدينة القدس بعد الاحتلال الإسرائيلي عام 1967. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى ملف حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج القدس عبر قناة الغد. يصدر القضاء الإسرائيلي ممثلا بمحكمة العدل العليا قراراته بين الحين والآخر لشرعنة إجراءات سياسية إسرائيلية، منها على سبيل المثال وليس الحصر تأهيل وحدات استيطانية في الضفة الغربية بنيت دون ترخيص، وفي قرار آخر إتاحة هدم 16 بناية سكنية في القدس بنيت بمحاذاة جدار الفصل رغم حصولها على ترخيص من السلطة الفلسطينية التي تسيطر على تلك المنطقة بموجب اتفاقيات أوسلو. في الحوار التالي مشاهدينا الكرام نناقش دور القضاء الإسرائيلي على شقيه الإيجابي والسلبي، ونبحث في جدوى التوجه للمحاكم الإسرائيلية للاعتراض على سياسات التمييز. الحديث في هذا الموضوع أرحب بضيفي، بداية أستاذ راسم عبيدات الكاتب والمحلل السياسي أهلا بك، وأنا أرحب بالمحامي محمد دحلي أهلا بك أيضا. وقبل البدء بالحوار مع ضيفي مشاهدينا الكرام دعونا نشاهد هذا التقرير من إعداد الزميلة ياسمين أسعد ونعود. وهل يعيش المرء في مدينة قد تخلو من القضاء أو حتى العدالة؟ المقدسيون يفعلون، ففي مدينتهم الواقعة تحت الاحتلال تحتكر المحاكم الإسرائيلية منظومة القضاء مستغلة جبروتها لتشريع كل ما يخدم سياسات الاحتلال، لا سيما هدفي الاستيطان والتهجير القسري للفلسطينيين، متبعة لذلك مكيالين مختلفين يسمح أحدها للمستوطنين بسلب البيوت دون عناء ويحرم الثاني أصحابها الأصليين من حقهم حتى بالاعتراض، وترفض التماساتهم بمنع قرارات هدم منازلهم دون النظر بها، فتضيع الممتلكات بين المماطلة القانونية الزائفة تحت حجج عدم الترخيص وأراضي الدولة.
لازم دائما نتذكر انه دولة اسرائيل هي منظومة واحدة بكل مكنوناتها، فالمنظمات الاستيطانية هي نفسها النظام القضائي، هي نفسها الشرطة، هي نفسها جيش الاحتلال الاسرائيلي، يعني سواء اللي بشرع القانون او حتى اللي بنفذه هو شخص واحد بمنظومة واحدة بفكر واحد، تفريغ المدينة من سكانها. اذا كان المهدد بهدم بيته فلسطيني بتم التعامل معه بس بالنصوص القانونية، الهدم 15 يوم معك 15 يوم للاعتراض، هنالك مدة الاستئناف، إذا تجاوز مدة الاستئناف لا يمكن أن تعود مدة استئناف أخرى. التعامل بيكون بحذافير النص، اليهود بتم التعامل معهم بروح القانون، بتم التعامل معهم بكل أريحية وتسهيلات موجودة سواء قانونية أو حتى غير قانونية. تقرير صادر عن منظمة بيت سالم الحقوقية كشف أن المحاكم الإسرائيلية في القدس لم تسجل قبولها التماساً واحداً قدمه فلسطيني ضد هدم أو سلب منزله، مدعية تطبيق قوانين التخطيط والبناء ومخالفة الملتمسين لها، في وقت يقبل فيه القضاة ادعاءات أجهزة الاحتلال بحرفيتها ويسمحون بالنهاية بتنفيذ القرار. موضحاً التقرير أنه وخلال السنوات الخمسين الماضية أقامت إسرائيل نحو 250 مستوطنة جديدة والتي يحظر القانون الدولي إقامتها أصلاً. تمييز واضح بين المناطق الإسرائيلية والمناطق الفلسطينية من حيث التنظيم ابتداءً، حيث لا تقوم البلدية الاحتلال ابتداءً بعملية وآلية التنظيم، وبالتالي يضطر المقدسي في بعض الأحيان إلى القيام بالبناء بدون تراخيص. ولكن عند المحاكمة وعند معاقبة الفلسطيني الذي يقوم بالبناء بدون ترخيص يتم تقديم لائحة اتهام في حقه، وتكون العقوبات مجحفة والعقوبات سريعة، وبالتالي بينما الإسرائيليين أيضا هم لا يحتاجون للبناء بدون ترخيص. مصادرة البيوت ومصادرة الأراضي ومصادرة العقارات وهدم المنازل للأسف الشديد لا يذكر ولا يوجد حالة واحدة تم أن قام فلسطيني وكسب قضية ضد إسرائيلي، حتى ولو كان هناك بعض التزوير في بعض الأوراق في بعض المستندات. ويؤكد الحقوقيون أن إسرائيل تعمدت تغيير جهاز التخطيط الأردني لتطبق مقابله جهازين متوازيين، واحد للفلسطينيين والآخر للمستوطنين، في وقت تواصل تطبيق الخرائط الهيكلية الانتدابية التي أكل عليها الدهر وشرب على القرى الفلسطينية فقط. ومن بين 5500 طلب ترخيص قدم للمحاكم منذ عام 2000 لم ينجح الفلسطينيون سوى باستصدار 4% فقط منها. تبييض صورة الاحتلال أمام العالم وشرعنة جرائمه اللاإنسانية بحق الفلسطينيين باتت المهمة الوحيدة لهذه المحاكم الإسرائيلية، وبين دولة تملك موارد وأجهزة تخطيط يبقى الفلسطينيون بين ردهاتها مستضعفين دون تمثيل، يرزحون تحت وطأة نظام عسكري علق حرياتهم وأرزاقهم على كف عفريت. لبرنامج القدس، ياسمين أسعد، قناة الغدة، القدس المحتلة. من جديد مشاهدينا الكرام، أرحب بضيفي لمناقشة هذا الموضوع، بداية الأستاذ راسم عبيدات الكاتب والمحلل السياسي، كما أرحب بالمحامي محمد دحلي. نبدأ معك سيد عبيدات، ما مدى خدمة القضاء الإسرائيلي للمخططات التهويدية الاستعمارية في فلسطين؟ نعم، الجهاز القضائي الإسرائيلي ومن تفرع عنه من محاكم بدرجاتها المختلفة سواء محكمة الصلح أو المحكمة المركزية أو المحكمة العليا، بالإضافة إلى التشريعات والأوامر والقوانين العسكرية، كلها توظف في خدمة المخططات الإسرائيلية من أجل عملية التهويد سواء كان في مدينة القدس أو في الداخل الفلسطيني أو حتى في الضفة الغربية. نعم، ولذلك نجد هذه المحاكم تقوم بعملية الشرعنة لما هو غير شرعي في إطار تهويد المدينة، ولدينا الكثير من الأمثلة في هذه القضية. قضية التشريع 2000 دنم للبوار الاستيطانية المقامة على أراضي فلسطينية ذات ملكية خاصة التي تحاول شرعنتها المحكمة مع محكمة العدل العليا، هذا بحد ذاته يشكل تجاوزات خطيرة ليس فقط للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بل حتى صلاحيات المحكمة نفسها في دولة الاحتلال. ولذلك عندما نتحدث عن منطقة وادي الحمص في القريبة من صور باهر،
البنايات المهددة بعملية الهدم 16 بناية وما يزيد عن 100 شقة سكنية. هي هذه مناطق مصنفة حسب اتفاق أوسلو، هي مناطق A و B، بمعنى أن الحصول على الترخيص والإشراف المدني والأمني يجب أن يكون في منطقة A كامل مدني وأمني فلسطينيا، وبالجانب المدني فلسطيني، وبالتالي التراخيص من الحكم المحلي في بيت لحم. ولكن هناك أوامر عسكرية صدرت بعمليات الهدم من قبل الحاكم العسكري، ويفترض هذا أن لا يكون هناك أي قرار بهذا الاتجاه، وخصوصا أن المنطقة هي تخضع لاتفاقية جرت ما بين السلطة وما بين منظمة التحرير وبين دولة الاحتلال. ولكن عملية التوظيف كما شاهدنا في المدة الأخيرة، وخصوصا أن الحكومة الإسرائيلية هي أصبحت الآن حكومة يمينية متطرفة سواء على مستوى اليمين الديني أو اليمين العلماني، وشكيت وزيرة القضاء الإسرائيلي السابق هي أكثر عنصرية في سن تشريع وتشريعات وقوانين عنصرية. أستاذ محمد دحلي، الأمثلة كثيرة على هذا التمييز، لكن تاريخيا منذ إنشاء القضاء الإسرائيلي ومنذ إنشاء إسرائيل، هذا القضاء هو منحاز للإسرائيليين على حساب الفلسطينيين، رغم وجود قانون واحد ورغم أن الفلسطيني أيضا هو مواطن في مدينة القدس. كيف تصف ذلك؟ هم ينفذون قوانين سنها الكنيسة الإسرائيلي، والكنيسة الإسرائيلي كما نعلم هو كنيسة يهودي برضو في غربية العظمى، والقوانين التي يسنها سواء داخل الخط الأخضر أو ما يصدره الحاكم العسكري للأراضي المحتلة من قوانين أوامر عسكرية تعتبر بمثابة قانون وتطبق من خلال الجهاز العسكري، جهاز القضائي العسكري في الأراضي المحتلة. إذن كل هذه المنظومة هي أصلا منظومة لا تعكس لا تطلعات ولا رغبات ولا حريات ولا حقوق الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده. ما هو موجود هو أنهم عندما يصدرون هذه القوانين يأخذون في بعض الأحيان اعتبارات مثلا الرأي العام العالمي، بعض المواثيق الدولية، ماذا سيقول العالم، ماذا سيقول جزء من المجتمع الإسرائيلي الذي ينادي بحقوق الإنسان ويؤمن بأنه يجب أن يكون هنالك نظام ديمقراطي يهودي أو دولة يهودية ديمقراطية. وبسبب هذه الاعتبارات هنالك فسحة، هنالك مجال معين من الحريات ومن الحقوق التي تحاول بعض الأحيان المحاكم الإسرائيلية بالمحافظة عليها، ويأتي هنا الفلسطينيون ويحاولون أن يستغلوا القواعد التي يوجدها هذا النظام القضائي من أجل تحصيل الفتات من الحقوق التي يستحقونها كبشر، إن لم نقل كمواطنين متساوين يعيشون فيه على نفس الأرض وفي نفس المكان وتحت نفس الجهاز السياسي. نعم أستاذ راسم عبيدات، إذا ما كان الموضوع وطنياً وأمنيا فلسطينيا له علاقة بالصراع مع الجانب الإسرائيلي، فأن الفلسطيني اليوم سواء في القدس في الضفة الغربية أو حتى في الداخل الفلسطيني المحتل لا يوجد من يحميه، لا يوجد دولة بمعنى الدولة التي يمكن أن يشعر بأنه يعيش بأمان ويعيش تحت حماية. لمن يتجه المقدسي؟ كيف يأخذ المقدسي حقه اليوم في ظل وجود نظام قضائي إسرائيلي منحاز؟ نعم، القدس وأيضا في الضفة الغربية دعني أقول هي وفق القانون الدولي هي مناطق محتلة، وبالتالي هي أضيفت لاحتلال الأراضي الفلسطينية عام 1948. ولذلك عندما نتحدث عن الإنسان المقدسي، من يحمي الإنسان المقدسي، فنحن نقول أن المقدسيين في كثير من قضاياهم يتوجهون إلى القضاء الإسرائيلي، ولكن في أغلب الأحيان تكون العملية شرعنة الإجراءات والممارسات الإسرائيلية. على سبيل المثال في قضايا البيوت التي تبنى بدون ترخيص في ظل التعقيدات التي يفرضها الاحتلال على منح التراخيص، بالإضافة إلى التكاليف الباهظة المترتبة على عمليات الترخيص، هذه المواطن المقدسي يتوجه إلى المحاكم الإسرائيلية من أجل ترخيص البناء المقام، وفي أغلب الحالات تكون هناك عمليات هدم. ولذلك أنا أعتقد أن القضاء الإسرائيلي كما قال الزميل المحامي محمد دحلي هو في الأساس هو موجود لخدمة المشرع، المشرع هو في خدمة الجهاز التنفيذي والإسرائيلي في هذا الاتجاه. ولذلك أنا أعتقد أن لم يعد من المجدي حتى التوجه للقضاء الإسرائيلي فيما يتعلق بالقضايا ذات البعد الوطني والسياسي أو المطلبي في مدينة القدس. نحن لدينا مثال الأوقاف الإسلامية لا تتعاطى مع القضاء الإسرائيلي وتعتبر أن ذلك تدخل في سيادتها، وعندما وجدنا في مثلا عقارات باب الخليل فندقي إمبريال و
البتراء بالإضافة إلى قصر المعظمية عندما تم توجه إلى القضاء الإسرائيلي. الآن القضية هي بحكم الساقطة قضائيا، بمعنى أنه الآن في إطار عملية تشريع وتنفيذ عملية الاستيلاء على تلك العقارات، ولذلك في الكثير من الأحيان فقط هي عملية تخدير بمعنى إطالة أمد القضية، لنجد أن القضية في النهاية ستكون خاسرة على الأغلب، وفي قضايا قليلة جدا قد ينجح المواطن المقدسي في أن يستحصل الحقوق من خلال تلك المحاكم. ولكن الآن أنا أعتقد أنه بات من الملح تدويل القضايا والتوجه إلى المحاكم الدولية وإلى محكمة الجنايات ومحكمة العدل الدولية، في ظل أن الآن نحن أمام حكومة يمينية تتغول وتتوحش على حقوق الشعب الفلسطيني سواء في الداخل الفلسطيني أو في مدينة القدس أو في الضفة الغربية، ولذلك لم يعد مجدي التعامل في إطار الإجراءات والسياسات القديمة مع دولة تتغول على حقوقنا وتتغول على كل ما يمت إلى وجودنا في صلة في هذه البلاد. نعم أستاذ محمد دحلي، ذكرنا بعض القرارات الصادرة على القضاء الإسرائيلي وهي أصلا منافية للقانون الإسرائيلي والقوانين الدولية، بما أن الشعب الفلسطيني هو شعب محتل. سؤال، لأي حد يعتبر القضاء الإسرائيلي مستقلا؟ وطبعا هو معروف بعدم استقلاليته، لكن ألا يحرج ذلك إسرائيل أمام العالم في ظل وجود قانون دولي ووجود محكمة العدل الدولية ومحاكم كثيرة على مستوى العالم تراقب تنفيذ القانون في أكثر من دولة؟ يعني بموجب القانون الإسرائيلي أولا، الجهاز القضائي الإسرائيلي يعتبر أنه جهاز له استقلالية، يعني لا يوجد تدخل سياسي مباشر مكشوف على الأقل، أو جهاز أو تدخل سياسي رأيناه بعيوننا أو تدخل سياسي يمكننا أن نثبته بشكل مباشر من قبل الجهاز السياسي في القرارات القضائية. قد نشعر به، قد نشعر أن هذا يحصل كتحصيل حاصل، لأن هنالك إجماع إسرائيلي على كثير من القضايا، وبالتالي لا حاجة لأن يتدخل الجهاز السياسي بالقرارات المصيرية، لأن القضاء الذين يجلسون في هذه الملفات ويقررون في مصير الشعب الفلسطيني هم أصلا لديهم منظومة من القيم تشبه نفس المنظومة الموجودة لدى القادة السياسيين الإسرائيليين، فهم ليسوا بحاجة للتوجيه، ليسوا بحاجة للتوجيه، وبالتالي يعني هم أنفسهم يقولون أصلا مقولة باللغة العبرية مفادها أن القضاء يعيشون داخل أبناء شعبهم. وعندما يقولون هذه المقولة أتساءل ما المقصود أبناء شعبهم؟ واضح من شعبهم، الشعب والشعب الإسرائيلي، وبالتالي المصالح الوطنية العليا مفهومة لديهم، المصلحة الأمنية ما يسمى معروفة لديهم وهم يدافعون عنها بحرارة، يهودية الدولة ما يسمى أيضا، هذا التمييز والأبرتهايد وكل هذه الصفات. ويبقى بعض الأحيان محاولة لإظهار أن هذا الجهاز القضائي يدافع عن المظلوم أو عن الضعيف في بعض القضايا العينية. فيما يتعلق بإحراجهم أمام العالم، للأسف أستاذ تامر ما حصل هو أن الجهاز القضائي الإسرائيلي بسبب بروباغندا وبسبب يعني تقوية للرأي العام داخليا وخارجيا تمكن مع كل أسف أن يظهر للعالم وكأنه جهاز قضائي فعال، على الرغم من أننا كفلسطينيين نرى أن هذا الجهاز القضائي هو منحاز ضد الفلسطينيين، وعلى الرغم من وجود أبحاث بهذا الإطار، وعلى الرغم من أننا نعرف أن هذا الجهاز القضائي هو الذي أضفى الشرعية على الكثير من الممارسات الاحتلالية خاصة فيما يتعلق في الاستيطان وغيرها، هي مناقضة للقانون الدولي ومتفق عليه دوليا أنها مناقضة للقانون الدولي. جاء الجهاز القضائي الإسرائيلي وأضفى شرعية عن طريق إصدار قرارات فسرت القانون الدولي الإنساني بطريقة مغايرة عما هو متعارف عليه، وأضفت الشرعية نوعا ما على هذا المشروع الاستيطاني المخيف الذي سلب الأرض الفلسطينية. وعلى الرغم من كل ذلك لا زال هذا الجهاز القضائي وللأسف يحظى بمكانة ما واحترام ما، إنها تتضاءل برأي يوميا مع تقدمنا في السنين، ولكن حتى قبل بضع سنوات رأينا أن هنالك كثير من الاحترام وحتى الهيبة لهذا الجهاز القضائي، خاصة عندما كان يترأس المحكمة العليا قضاة مثل أهرون براك وغيرهم الذين كانوا يظهرون للعالم على أنهم قضاة ليبراليون وأنهم مدافعون عن حقوق الإنسان. نعم، اسمحوا لي ضيوفي الكرام وأنتم مشاهدين الأعزاء بأن نتوقف مع هذا التقرير، وهو استطلاع لآراء الشارع الفلسطيني في مدينة القدس حول هذا الموضوع، ومن ثم نعود. محاكم الاحتلال هي جزء من منظومة سياسية ضمن سياسة الاحتلال العام، فهي تكمل ما يقوم به الشرطة والأجهزة الأمنية في
في مخططات أو تنفيذ مخططات تهويد القدس أو الاحتلال أو تفريغ القدس حتى؟ كيف يعني غريمك بده يكون عادل معك؟ عدوك، محتلك، محاكمه، أي شيء بده يكون قرارات تكون لصالح إله مش لصالحك أنت. وهذه شيء معروفة يعني، شيء بدهاش بديهية يعني ولا بدها أي كلام. أصلاً إسرائيل عمرها ما كانت دولة ديمقراطية. لو دولة ديمقراطية بتقتلش الأطفال. عدوك ما بتعميك حلاوة. المسيحيين هدول في مسألة عنصريين ما بيريدوا للعرب الخير. في مسألة هذا اسم محكمة العدل العليا، هذه بس اسم هيك. المحاكم الإسرائيلية اليوم وصلت للتفرقة بين الإسرائيليين أنفسهم. يعني الأثيوبي ما بنحكم زي المغربي أو زي الروسي أو زي الإشكنازي، فما بالك لشعبنا العربي الفلسطيني. العدو الاحتلال هو بالنسبة إحنا بالنسبة له عدو يعني، وإحنا بالنسبة له يعني مش مواطنين يعني، هو بيحاول أي إشي يستفزنا فيه، ما بتوقع أنه منصف يعني، فهو أي بحاول أي فرصة بحاول أنه ينتقم من الشعب الفلسطيني. من جديد مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي السيد راسم عبيدات الكاتب المحلل السياسي، وأنا أرحب بالمحامي محمد دحلي. نكمل ما بدأنا به أستاذ راسم عبيدات في الحديث عن القضاء الإسرائيلي وخدمته للأجندات والمصالح التهويدية في فلسطين. برأيك ما هو دور القضاء الإسرائيلي في استمرار الاحتلال الإسرائيلي وهو كركيزة وداعمة أساسية لاستمرار الاحتلال في فلسطين؟ كما قلت لك دائما القضاء الإسرائيلي هو موظف في خدمة هذه السلطة، وهو انعكاس للتركيبة السياسية القائمة في دولة الاحتلال. الآن لم يعد هناك ما يسمى باليسار الصهيوني، الصراع الآن يدور على الحكم ما بين اليمين الديني واليمين العلماني، ومن هو الذي يريد أن يكون أكثر تطرفاً ومعاداة لحقوق الشعب الفلسطيني. ولذلك اليوم نشهد أن هذا القضاء بحد ذاته أصبح هو جهاز يميني متطرف، وشاهدنا ذلك في عمليات الإخلاء التي كانت تتم للبؤر المسمى البؤر المعزولة أو الغير قانونية والغير شرعية. في عملية إخلاء عمونا وجدنا حتى رئيس بلدية الاحتلال السابق نير بركات قال إذا أرادوا إخلاء عمونا فعلينا أن نهدم 20,000 منزل فلسطيني في هذا الاتجاه. ولذلك التطرف في هؤلاء المتطرفين هم يشنون حملة على القضاء بهدف، لأن القضاء الآن متطرف ويريدون أن يكون أكثر تطرفاً، بمعنى أن ينفي حق وجود الشعب الفلسطيني في هذه البلاد كلياً. هم يتحدثون عندما صاغوا قانون أساس القومية الصهيوني، هو أساس هذا القانون هي سياسة تطهير عرقي، بمعنى أن هذا يستهدف وجود شعبنا وأهلنا في الداخل الفلسطيني 48 بالإضافة إلى مدينة القدس، فهو يشرع هذا عملية الطرد والتهجير. والمسألة ليست مسألة أن تصبح دولة الاحتلال دولة لكل مواطنيها، الاحتلال لا يريد أن يكون هناك دولة لكل مواطنيها، الاحتلال يريد في هذا الاتجاه فقط أن لا يعترف بأن أبناء شعبنا في الداخل يشكلون أقلية قومية لها خصائص الثقافية والوطنية، بل هو يريد في هذا الجانب أن يتحدث عن حقوق مدنية وليس حقوق سياسية وطنية في هذا الاتجاه. نعم أستاذ محمد دحلي، رغم انحياز القضاء الإسرائيلي وعدم موضوعيته ونزاهته، إلا أن اليمين الإسرائيلي المتطرف يهاجمه في الآونة الأخيرة ويطالب منه بأن يكون أكثر انحيازاً للإسرائيليين ضد الفلسطينيين، كيف تعاقبون على خطورة ذلك أيضا؟ نعم هذا صحيح، اليمين الإسرائيلي لا يكتفي بما يفعله جهاز القضاء الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، هنالك هجمة شرسة على الجهاز القضائي منذ سنوات من أجل الضغط على الجهاز القضائي لتغيير مواقفه في كثير من القضايا. ربما ما يمثل هذه الهجمة بشكل واضح هو عندما أصدرت المحكمة العليا قضية قرار بإخلاء مستوطنين من مستوطنة بنيت على أراضي فلسطينية بملكية خاصة، وقال أحد أعضاء الكنيسة الإسرائيلي نائب في البرلمان الإسرائيلي يقول أنه يجب الصعود إلى المحكمة العليا بD9، يعني الصعود إلى المحكمة العليا بجرافة من أجل هدم هذه المحكمة لأنها قررت مثل هذا القرار، وهو قرار يتماشى مع القانون الدولي ومع القانون الإسرائيلي ومع الأوامر العسكرية التي سنها الحاكم العسكري في الأراضي المحتلة. إذن هذه الهجمة موجودة،
كانت موجودة، الهجمة متعددة الأطراف، هجمة إعلامية، هجمة من السياسيين، وأكثر من ذلك محاولة للسيطرة على الجهاز القضائي، رأينا ذلك وهي حملة مستمرة من أجل هذا الموضوع، بمعنى أنهم سيطروا على وزارة القضاء الإسرائيلية، تعينت الوزيرة أيالة شاكيت في الحكومة الإسرائيلية المتهية ولايتها كوزيرة للقضاء، حاولت تغيير تركيبة المحكمة العليا ومحاكم أخرى في إسرائيل عن طريق تعيين قضاة يهود من ما يسمى الصهيونية الدينية، بمعنى قضاة يهود متدينين ومتطرفين. اليوم في المحكمة العليا الإسرائيلية هنالك على الأقل قاضيان من المستوطنين، قاضيان يعيشون في المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ماذا نتوقع من محكمة عليا تكون هيئاتها التي تنظر في قضايا الفلسطينيين بها قضاة يعيشون في مستوطنات هي غير شرعية وغير قانونية بموجب القانون الدولي؟ إذن جزء من الحملة تغيير التركيبة القضائية، تغيير القضاء، تغيير القوانين أيضا عن طريق سن قوانين أكثر تطرفا بحق الفلسطينيين، وعن طريق تقييد صلاحيات المحاكم الإسرائيلية لمنعها من التدخل في كثير من القضايا التي تخص الفلسطينيين. يجب أن نتذكر الفلسطيني واقع تحت الاحتلال، الفلسطيني محاصر، ليس متاح للفلسطيني أي إجراءات أخرى بإمكانه كمواطن كفرد أن يرفع مظلمته إليها. حاول الفلسطيني كل ما بوسعه أن يفعله، حاول المظاهرات وحاول النضال على بالشارع وحاول عن طريق وسائل الإعلام المحلية والدولية وإلى آخره، حاول إسماع صوته أمام المحافل الدولية ويزال يحاول طبعا، وأمام الأمم المتحدة ولجانها المختلفة، ولكن في نهاية المطاف يرى الفلسطيني أن كل ما يفعله في كل هذه القضايا وبكل أسف لا يغير كثيرا على أرض الواقع. جزيل الشكر على وجودكما معي الأستاذ راسم عبيدات الكاتب والمحلل السياسي، كما أشكر جزيل الشكر المحامي محمد دحلي. شكرا جزيلا لكم، وأشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء لحلقة هذا الأسبوع من برنامج القدس عبر قناة الغد، وتحدثنا في ملف حوارنا الرئيسي عن انحياز القضاء الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وانتهاكه للقوانين الدولية والتشريعات الأممية. شكرا على المتابعة، ألقاكم الأسبوع القادم في نفس موعد. تحياتي مقدم برنامج تامر عبيدات، إلى اللقاء.